ورجعنا لكم في فقرتنا الأهلي خط أحمر. النهاردة حلقة مميزة لأن هي أسامة الحلقة الـ50 اللي الجمهور بيحتفل معانا بيها. أهلا بك يا أسامة مرة ثانية. كويس كده. أهلا بك يا صح كده. وأهلا بكل جماهيرنا جماهير النادي الأهلي طبعا ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا بنشكركم جدا 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 دعمكم المتواصل لينا من أول حلقة للحلقة الـ50 ويا رب دايما مكملين مع بعض الحلقه الألف ان شاء الله يا فارس. ان شاء الله يا اسامه. والله انا بشوف الموضوع كمان ما كانش بعدد الحلقات بقدر ما التفاعل. يمكن احنا عندنا في فيديو في اخر حلقه بيوصل لمليون فيو وهو مدته ما تتجاوزش حوالي 8 دقائق. اعتقد ان الجمهور بيعملوا مع الاهلي خط احمر تجربه فريده بجد. مهما شكرناكم مش هنوفيكم حقكم، على الاقل بس نقدر نديكم مجهود ونقدر نديكم حب وشغل انتم منتظرينه مننا يا اسامه. بالتاكيد يا فارس. وعلى الاقل النهارده هنستعرض اراء الجماهير، وطبعا اي رساله حابين توجهوها للاهلي خط احمر وجهوها على الهاشتاج ده 50 حلقه الاهلي خط احمر. انا شايف طبعا كويس. طبعا معانا مصطفى، 50 حلقه في الدفاع عن الكيان، 50 حلقه في حب الكيان، 50 حلقه في الرد على كل من اراد أن يضلل الجمهور ويكون الرد بالدليل والأرقام وليس بالكلام. شكرا جدا يا مصطفى. وأسماء برضو في نفس الطريق، 50 حلقة من الإبداع والتميز. وطبعا فارس، أسامة، غمري، شادي، رضا، طبعا دي فرصة نشكر فريق عمل البرنامج سواء غمري أو شادي أو رضا، وكمان حسام جمال مصمم الديزاينات دي. وطبعا معنا برضو محمد يا فارس حاطط صورة الخطيب تقريبا مع طفل، طبعا خطيب أسطورة. دي كميه من الهاشتاجات. طبعا احنا دخلنا تريندنج على مستوى مصر طبعا في حوالي ساعتين، وده طبعا عهدنا بجمهور الاهلي خط احمر اللي دايما بنشكره. طبعا ده جانب من الهاشتاجات. لو والله لو نقدر نستعرضها كلها مش هنتاخر، لان احنا زي ما بنقول دايما التجربه دي بتاعتكم قبل ما تكون بتاعه اي حد في البرنامج، لان هي فعلا تجربه من والى الجمهور. محمد رمضان بيمس علينا بيقول لنا اقوى وافضل برنامج، نشكرك يا محمد. وبرده ايمان بتمشي معانا نفس الطريق، احسن برنامج والله ونحب نشوفكم قوي وعقبال 100 حلقه. طب زودي شويه ايمان. طبعا بما اننا ذكرنا فريق عمل البرنامج حابين نشكر برده ان كان معانا في بدايه الفقرات يا فارس او في بدايه الحلقات احمد كيشو، ولكن كيشو وكل الناس اللي شاركت وحتى طاقم الاخراج معانا دايما طول الوقت اللي بصمته. الاهلي خط احمر برنامج مهم جدا، وبجد شكرا لكل شخص بيشتغل في البرنامج. طبعا هنستعرض ان شاء الله تويتات كتير خلال الحلقه، وباذن الله منتظرين رسائلكم على هاشتاج 50 حلقه الاهلي خط احمر. باذن الله يكون دايما مع بعض ودايما مكملين في الدفاع عن النادي الاهلي وفي حب الكيان، ودايما يا فارس يكون هنا نافذه زي ما بدانا العهد من اول حلقه ان دي تكون نافذه لجماهير النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما دايما بنقول ردود بالمنطق والدليل. مستعد تناول بلا تطاول طبعا.